يسعد مساكم صبايا شباب متابعين. اليوم بدنا نعمل وصفة الشوكولا الفاخرة بحشوة مميزة لأول مرة على النت، فعلا بتاخد العقل مثل شوكولا حلويات صباغ. أول مرحلة حطيت هون معلقتين سميد، المعلقة المتوفرة عندك بالمطبخ جود بالموجود. حطيت 3/4 كوب ماء، راح أطبخن على النار ليسمك المزيج. بده يلزمنا معلقة فلفل وقرنفل بهارات، رح يلزمنا معلقة كاكاو لأول مرحلة. هيك مستمر لحتى ما يكبتل معنا. هذا هو السميد، سميد المامونية، بصير الخشن وبصير الناعم. شوكولا فعلا تستحق. طريقتين للتحضير، إذا بصلتك محروقة ممكن تغلي الماء وتطبي السميد وتحركي تحريكتين ثلاثة وتطفي، وممكن تحريك مستمر بهالطريقة. بنصف عملية الطبخ ويكون فيها ماء لسه، راح أحط معلقة كاكاو وأحركها. ممكن يا صبايا ما بدنا يحترق الكاكاو، طعم الكاكاو يتغير. ممكن تستعملوا شوكولا، بترفعي المزيج على النار وبتحطي شوكولا. هذا هو المزيج. راح احط معلقة فلفل وقرنفل، راح احط فانيليا، اي منكه بدك تحطوه بتحطوه بهالاسناء. من للفلفل والقرنفل المفروض نحط معلقة قرفة مشان فعلا ناخد طعم للحشوة ولا اطيب. ننتقل للمرحلة الثانية، منحط كوب وربع جوز زائد 3/4 كاسة بودرة سكر، ممكن تطحني بالبيت. ننخلطه، نحط هالمزيج اللي طبخناه. هالأثناء بحط مقدار 3 معالق قطر، وممكن تحطوا جلوكوز وهذا بديل الجلوكوز، بيعطي طراوة ليونة مادة حفظية للحشوة. 3 معالق هنحطها ونخفق. أخذنا هالمزيج مريء، ما بيتشكل معنا كرات. إيش ما نعمل؟ منترك كاسة جوز على طرف وممكن كاسة وربع، بتحطي شوي شوي لتحسي لمة العجينة معك وتشكلت معك كرات. هاي هي العجينة للشوكولا، حشوة الشوكولا الفاخرة. بدنا اياها عجينة بهالشكل. هلا قدامكم راح احط اول كاسة جوز لنشوف شلون بدها تلملم العجينة على بعضها. صبايا بيقولوا لي مدام دلال نحن ما عنا قدرة نحط كل مقدار هالجوز، ايش بنعمل بهالحالة؟ ارفعي نسبة خليط طبخ السميد، وممكن تخلطي معه فستق عبيد بدون ملح نهائي، تاخدي حشوة ولا اروع. نحن دايما نحرص على اعطاء البديل وتقدير ظرف اي انسان. انا هون بدي اضيف جوز وممكن كاجو وممكن لوز. أنا دائما بحب مقادير الحواس، بعلم مقادير الحواس لحتى تتغلبوا على المشكلة، بترتعبوا وترجفوا إذا اختل معكم الميزان. شفتنا رائعة، ممكن تدوقيها و تشوفي إذا حلوة ناقص بكل بساطة بتزيدي سكر. دايماً عملوها حلوة أقل من الوسط تطلع أطيب، لأنه نحن بدنا نغطسها بالشوكولا. بدها تكون بهالشكل. لتي إيدك زبدة زايدة، ممكن شورتينج ممكن زبدة نباتية، بدها تكون بهالشكل ونكورها. المفروض تكون قرطة
طيبة مشان تلزق مع الجوزة. منجيب حبة الجوز ممكن يكون ناعم. بعطيكي طريقتين، ممكن تعملي بهالشكل هاد هيك بهالشكل، وممكن ناخد عجينة نفتحها منحط بقلبها حبة جوز، اختاروا المناسب. حبيتي هيك حبيتي هيك، بتريدي هيك بتريدي هيك. من أفخر الضيافات ولأول مرة على النت ومن اختراع خالي دلال، صدقوني هي موجودة منذ الأزل، ولكن عملت تجارب وأوجدت المقادير أنا بدون مساعدة أي شيف. عادة أنا بكسب وصفات من الشيفات الراقين الذواقين، ولكن هذه الوصفة أنا عملت اختبار ونزلتها. بدنا نعمل هالأشكال اللي بتاخد العقل، ممكن تكون ضيافة فاخرة بأي مناسبة عندك وبأي نوع حفلة، منحط هالصورة حسب المناسبة. عدو الشوكولا الماء، بدنا ننتبه نقطة ماء بخرب الشوكولا للضيافة. بالنسبة للصوصات إذا بدك تعملي صوص سائل للكيك ما في مشكلة تمام، ولكن لا للضيافة بخرب. بدي انتهز هالفرصة اتشكر الشيف جهاد، عطاني معلومات رائعة، هو فنان بتحضير الشوكولا، وبنفس الوقت عملت كورس صغير على الشوكولا بدون حشوات. طبعا الشوكولا هي دارك بدون سكر، ما فيها سكر نهائي، بدي اعدل طعمة الحلاوة لتبقى اطيب. هاي الشوكولا ممكن تاخدوها كل ما ارتفع الرقم، مثلا بالمية 165 كاكاو معناتها نسبة الكاكاو فيها عالية ونسبة الحليب فيها قليلة، مثلا بالمية 145 تلاقي فيها نسبة حليب أكثر، والحليب بيعطي ليونة للشوكولا. كل ما كانت نسبة الحليب عالية تعطي ليونة ما بتنشف بسرعة، ونسبة الكاكاو أقل. خدوا بالمية 165 بالمية 70 إذا بيلتقى. طريقتين لتذويب الشوكولا، ممكن بحمام مائي، بس انتبهوا على بخار الماء ما يجي بيخرب الشوكولا، وعنا تذويب من خلال ميكروويف. أول شيء 30 ثانية، بعدين حطوا 20 ثانية، بعدين 10 ثواني لتذوب الشوكولا، وممكن نضيف معلقة شورتينج سمن نباتي تمام، بيعطينا لمعة جميلة. بهالطريقة منكسب شوكولا بتنشف بسرعة. إذا بدك تذوبوها بالميكروويف ما تحترق الشوكولا، مجرد ما احترقت الشوكولا لا بقى تستعملوها للشوكولا ضيافة، اعملوها للكيك لحشوات. حطيتها 30 ثانية، بعدين حطيت الشورتينج، هذا زبدة نباتية غير حاوية على الحليب وغير حاوية على الماء، بتعطيها لمعة. هلأ بدي أرد أحطها بالميكروويف 20 ثانية، بعدين بحطها 10 ثواني وبحرك، رح تدوب معكم وتطلع رائعة. تذويب الشوكولا أول شيء 30 ثانية، بعدين بتطالعيها بتحركيها بتضيفي 10، ثاني مرحلة بتضيفي الشورتينج، هذا هو صوري مرسوم عليه كيك، بتضيفي لك معلقة للصحن اللي بدي افرجيكي اياه. خلصت هلا ما دابت، حطيت شايفين حطيتها، هلا بضيف 20 ثانية لانه الكمية كبيرة، ضفت 20 ثانية راقبيها مشان ما تحترق الشوكولا. راح احركها حاشتها، هلا هالكلكعة من الحرارة رح تدوب، واغطس فيها قطع الشوكولا مثل ما فرجيتكم. شغلنا نقدمه على مراحل. دوبنا الشوكولا دابت، هذا بيجي جاهز، ما في داعي تجيبي وتلوني وتعذبي، له طريقة ما بده شيء، ما في داعي تدهني زيت نهائي. بنعمل بهالشكل صبايا، فرجيكم وحدة بس، تاخدوا الكوردوني بنفرغ الهواء ونعملها على مبدأ الآيسينج.
بهالشكل تكبر المساحة. بتعبوهم رجاء ما تحطوهم بالفريزر مشان ما تحور معكم الشوكولا، تحافظوا على اللمعة. تمام، ممكن تتركوها بحرارة المطبخ تبرد تاخذوا لمعة أجمل. إذا مستعجلين كتير ممكن تحطوها بالبراد لدقائق معدودة وتطالعوها لتحافظوا على جمال الشوكولا. ممكن جود بالموجود بالمعلقة نفسها منفرغ الهواء بحركة دائرية أول شيء بهالشكل لحتى تكبر المساحة وتمتد الشوكولا على كامل المساحة. حركة دائرية تاخذوا سطح أملس جود بالموجود. صبيتها وبهالشكل نفس مبدأ الآيسينج. خلاص بس هيك. بالنهاية القالب بتعملوه بهالشكل مشان اشفي فقاعات صغيرة تخرج او بالكوردونة من نفسها. طيب صبايا متابعين على عيني عين الخالي شباب بهالشكل شفي ما احلى. بتخبوهم بتستفيدوا منهم لدوائر وممكن تجيبوا ملون زيتي خاص بالشوكولا تستعملوهن وتتفننوا بالرسم. الشوكولا بعد ما تسخن معكم كتير بالميكروويف خلوها تبرد شوي، وبنفس الوقت اذا جمدت معكم حطوها 10 ثواني بالميكروويف. ممكن بهالشكل نعملها ونجيب شوكة ونعملها بهالشكل. طبعا جود بالموجود ممكن على مشبك معدني تحطوا الشوكولا، وممكن على ورق زبدة. بمسح هيك الشوكة وبطبها هون، وفورا باخد هاي وبحطها بهالشكل تجمد بهالشكل. بعدين بشيلها بالشوكة مثل كيك بوكس بعملها هالحركة. إذا مستعجلين اعملوا هيك، بعدين بنحطها هون وبنجيب هالصورة الحلوة اللي بتجنن بنحطها بهالشكل ونتركها تنشف. هالرسمة كمان بنقلبها بهالشكل بهدوء. وبتحتفظوا في القالب ممكن تستعملوه عدة مرات. احنا متابعين احلى ضيافة فاخرة. علبة كرتونية من خشب فعلا ولا اطيب. ممكن تضيفوها بهالشكل، ممكن تلفوها بسلوفان ملون. شي يوم بفرجيكم شلون.
بالموجود بهالشكل. بنخزنهم بالفريزر، وقت اللي بدكم اياهم تاخذوها لكلين بتكوروها بتشكلوها شوكولا ضيافه فاخره، حشوه مميزه فعلا ولا اطيب. نحن تعودنا بانه نعمل اختبار ونقص قطعه قدامكم. هي قصيت لي جوزي بعجينه فستو، وهي بالبهارات والقرنفل وعجينه الجوز مع الشوكولا، فعلا ولا اطيب.